محاضرات هذه، يعني هي محاضرات أو هذه الدورة مما يحتاجه الناس بكثرة، فنرجو منكم أن تشاركوها لأصدقائكم، لمجموعات عندكم، لمن تعرفونه هو بحاجة لمثل هذا، يعني لعل الله عز وجل يصلح حال هذه الأسر بمثل يعني هذه الدورات ومثل يعني ما تقومون به من نشر وغير ذلك، والدال على الخير كفاعله. بارك الله فيكم. الأمر الأخير، من شارك في النشر للأكاديمية أو لهذه الدورة، عندنا استمارة فقط، نحن نريد يعني بعض الأمور التنظيمية، حبذا لو يملأ هذه الاستمارة، هي عبارة عن سؤالين مختصرات، يعني سنرسلها لكم بعون الله تعالى. تفضلوا فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم، والمعذرة منكم أطلنا عليكم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث خاتما للرسل والرسالات، ورضي الله عن أصحابه والصحابيات. نسأل الله العظيم أن يبارك فيكم إخواني في أكاديمية الرواد وفي المنصة التربوية الشاملة، وأن يبارك في الحاضرين، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا. ها نحن اليوم ندخل إلى المحاضرة الثانية، والتي عنوانها منهج الإسلام في معالجة شبح النشوز. ولاحظوا هذا العنوان، نحن قصدنا فيه حرص الإسلام على معالجة مشاكل النشوز في بداياتها منذ إشاراتها الأولى. ودعونا نبدأ الآية الكريمة من أولها: الرجال قوامون على النساء. لاحظوا هنا لم يقل الذكور، وإنما قال الرجال، هذا مصطلح قرآني، والذكور موجود يعني في الحيوانات، هناك ذكر وأنثى، في الأرانب، في الأغنام، في يعني كل الحيوانات، ولكن هنا الرجال. ولو حاولنا أن ندرس منهج القرآن في مسألة الرجال، ستجد فيه رجال يحبون أن يتطهر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالرجال هم الذين ينجحوا في إدارة البيوت وفي حسن القوامة وأداء حقوقها. الرجال قوامون على النساء، والقوامة عندنا إدارة ولطف ورعاية واحتفاء واهتمام، ليس كما يتبادل للذهن، وليس كما يمارسها بعض الرجال. الرجال قوامون على النساء لسببين: مؤهلات فطرية بما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجل مهيأ لمواجهة التحديات، لمواجهة الصعاب، يقدم العقل على العاطفة، ينظر في عواقب الأمور ومآلاتها، ولذلك كانت القوامة بيده. ودائما نحن نقول ملاطفين لإخواننا وأخواتنا: لو كانت القوامة بيد المرأة لطلق الرجل في اليوم الواحد مرات عديدة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على، هذه كما قلنا مؤهلات فطرية، فالمرأة مؤهلة للقيام بأدوار الأمومة والرعاية والعطف، وهي رمز الحنان، ولا نتصور هذه الحياة بدون المرأة، بدون الأخت، بدون الأم، بدون، كان ستكون الحياة جافة جدا وقاسية جدا. وهذه العاطفة التي عند المرأة هي كمال، كما أن العقل الذي عند الرجل كمال، يجعله يتحكم في صعاب الأمور ويحمي أسرته ويديرها وفقا لهذه المؤهلات الربانية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ثم قال العظيم: وبما أنفقوا من أموالهم. فالأصل أن الإنفاق على الرجل، والإنفاق من الأمور المهمة، لينفق ذو سعة من سعته، ولا مانع من أن تساعد المرأة في الإنفاق، وهذا من لون من حسن المعاشرة، لكن ليس واجب عليها. بل في الشريعة لا يجوز للرجل أن يعطي زكاته لامرأته، لأن النفقة واجب عليه، مع أن العكس يجوز، يجوز لها أن تعطي من زكاة مالها، من زكاة مالها رجلها الفقير، كما حصل من زوجة ابن مسعود عندما أرسلنا بلال وطلبنا منه ألا يخبر الرسول، فقال: أي الزيانب؟ قال: زوجة ابن مسعود.
بيّن له أنه يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ودعونا هنا نقول أولاً نوجه الصفعة إلى الذين يريدوا أن يساووا بين المرأة والرجل. أنا أريد أن أقول هنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض، فالمرأة مفضلة في جوانب تناسب وظيفتها ورسالتها ومهمتها في الحياة، والرجل مفضل في أمور تناسب رسالته ودوره الكبير في الحياة. والقوامة فطرة، ولذلك هذه امرأة فرنسية دخلت على القاضي الفرنسي قالت له لا أريد زوجي لا أريد زوجي، دخل الزوج خلفها قال لماذا لا تريديه؟ قالت المرأة الفرنسية لأنه لم يأمرني يوما ولم ينهاني، لم يأمرني يوما ولم ينهاني. فتعجب القاضي الفرنسي وقال لها وما المانع في هذا؟ أليس هذا هذه هي دعوة فرنسا بلد الحرية؟ قالت لا أريده لا أريده، أريد رجل يأمرني وينهاني. فكون القوام عند الرجل هذا مما يسعد المرأة صاحبة الفطرة السوية. قبل أن أقول المسلمة التي تنقاد لشرع الله، كل صاحبة فطرة سوية على وجه الأرض ولو لم تكن مسلمة تسعد بأن تكون القيادة بيد الرجل، والأوامر بيد الرجل، والتوجيهات بيد الرجل، والغيرة من الرجل، والصيانة من الرجل. ولذلك هذا معنى فيه معاني الإعجاز في هذا الكتاب وفي هذه الشريعة التي هي من رب العباد خالق الرجال وخالق النساء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والزوجة لن تكون صالحة، لا يمكن للمؤمنة أن تكون صالحة إلا إذا أطاعت زوجها. والذي أمر المرأة بأن تطيع الزوج فيما لا معصية فيه هو الله، هو خالق الرجال وخالق النساء. ولذلك يعني هذا المعنى أرجو أن يكون واضحا. ولذلك قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قالت الآية واللاتي تخافون نشوزهن، بظهور البوادر، بظهور الأمور التي لا تسر الزوج. والنشوز يعني الارتفاع، وهو من المرأة عصيانها لزوجها، ارتفاعها عليه، تعاليها. والنشوز حرام. ومن الإشارات اللطيفة أن القرطبي يقول النشوز من الكبائر إذا لم تكن له أسباب. فإن قيل له من أين؟ قال لأن الضرب الذي جاءت به الشريعة لا يوجد إلا في الكبائر، وعليه فنشوز المرأة على زوجها دون سبب يعني شرعي وهو يأمرها بالطاعة هذا من كبائر الذنوب ومن الأمور العظيمة. ولذلك أرجو أن تنتبه الأخوات الفاضلات لهذه المعاني الشرعية. هذا النشوز له إمارات، تخالفه، تعانده، تطنطن إذا أمرها فلا ترد، تتثاقل إذا دعاها، تتأبى على فراشه، تقابله بالعبوس بعد اللطف واللين الذي اعتاده منها. والنشوز هذا يكون من الرجل ويكون من المرأة، لكن هذه الشريعة العظيمة ترسم منهاجا مختلفا في المعالجة. فإذا كان النشوز من المرأة فالعلاج فعظوهن، والوعظ يؤثر جدا على المرأة، والمرأة تنتفع جدا من الوعظ، حتى قالوا خطبة الجمعة لو حضرها الزوج والزوجة فإن الزوجة تتأثر أكثر وتبكي أسرع، لكن الأثر يروح يذهب عنها بسرعة، فقد يبقى الأثر إلى يوم الأحد، والرجل يتأثر ببطء لكنه يفقد الأثر يوم الثلاثاء. ولذلك الوعظ مهم أيضا، لأن المرأة عاطفية لا تنظر إلى عواقب الأمور ولا إلى مآلاتها. ولذلك قال فعظوهن. لكن أيها الواعظ، أيها الرجل، لكي تكون واعظا ناجحا ينبغي أن تكون قدوة، ينبغي أن تكون متمثلا للكلام الذي تقوله، ينبغي أن تبحث عن المدخل الحسن والكلمات اللطيفة وتنتقي الكلمات وتذكرها بعواقب الأمور، العيال سيضيع، الله هو الذي أمرك، نهاية هذا النشوز ليست طيبة، يفتح لها النافذة لترى مآلات الأمور ونتائجها.
فإن نفع هذا الوعظ، والوعظ ينفع إذا رعيت فيه الضوابط التي أشرنا إليها، فليس له بعد ذلك أن ينتقل لما بعده، لأنه عند ذلك ينبغي أن يكرمها. إذا انتفعت بالوعظ، سمعت كلامه ولانت، عادت إلى صوابها، يمدحها، يثني عليها، يراجع نفسه، يستغفر ربه، ربما يكون هذا النشود لذنب أصابه، فإن ترك يعني هذا. ولذلك سنقفز من هنا فعظهن، بعدها نقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني بعض الناس يقول ما دام الوعظ نفع كل يوم موعظة، كل يوم محاضرة، كل يوم تخويف لها، هذا غلط. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تنبش المسائل القديمة والمشاكل القديمة. فإن لم ينفع الوعظ ننتقل الخطوة التي بعده، وهجروهن في المضاجع. والهجر لاحظ قال في المضاجع، والرجل ليس له أن يهجر إلا في المضجع وعلى يعني أبعد الحدود، يهجر في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. ونحن نريد أن نقول الهجر في البيت أيضا، يعني المفضل هو الهجر في المضجع بأن يكون في فراشها ويعطيها ظهره، وهذا هو الهجر المؤثر. لكن بعض الناس يهجر زوجته بأن يذهب إلى المجلس وهي في غرفة النوم، يريد أن ينتقل إليها، فيأتي الشيطان يقول مثل ما غلطت هي اللي تأتي، تريد أن تأتي إليه يقول لا جعليه هو الذي يأتي يتأدب كذا، فلا هو ذهب إليها ولا هي ذهبت إليه. لكن لما يكون الهجر في الفراش فإن التفات من أحدهما على الآخر كافية إلى إعادة الأمور إلى نصابها وصوابها. فكأننا عندما نطبق الهجر في المضاجع نفوت الفرصة على الشياطين، شياطين الإنس والجن المحرضين والمحرضات. واهجروهن في المضاجع، والهجر في المضجع ينبغي ألا يظهر أمام الأطفال، وينبغي ألا يسمع به الجيران. وكذلك أيضا الهجر هذا ما ينبغي أن يطول أكثر من 4 أشهر. أما هجر الكلام فلا يجوز أكثر من 3، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. بل إن الفقهاء تدرجوا يعني حتى في الهجر، أولا يقول سأهجرك، ثم بعد ذلك يطبق عملية، ثم بعد ذلك يعني التدرج حتى في مسألة الهجر. وهذا المعنى من الأهمية بمكان. أيضا وهو يهجرها ينبغي أن يراعي الأيام التي هي بحاجة إليه، وإلا فهو معاقب لنفسه مع عقوبته لها. وهذا الهجر أيضا كما قلنا ينبغي أن يكون في الحدود الشرعية، واهجروهن في المضاجع. والمهم أيضا لمن يريد أن يهجر أيضا أن يتقيد بالضابط الشرعي، فإنه لا يجوز أن يزيد الهجر عن 4 أشهر، لقول الله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وهنا تتجلى عظمة الشريعة، فقد كان الرجل قبل الإسلام في الجاهلية يحلف ألا يقرب امرأته، فإذا انتهت المدة حلف مرة ثانية فتصبح كالمعلقة. ولذلك حتى من حلف بعد ذلك قال فإن فاءوا ورجعوا فإن الله غفور رحيم، والشريعة تحب الرجوع والصلح والميل إلى هذا. وإن عزموا الطلاق يعني فإن الله سميع عليم، سميع بما يقال، عليم بما في الأنفس. ونحن نهدد بهذا فنقول يا عباد الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وهذا معنى أرجو أن يدركه المؤمن والمؤمنة. نحن نتعامل في حياتنا مع الذي يعلم السر وأخفى، مع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا نجح الهجر أيضا نقفز إلى نهاية الآية، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما يقول ما دام الهجر نفع خلينا كل شهر أهجرها وأدبها، هذا فعل الجاهلين، هذا إضرار محرم، وهذا أمر لا تقبله الشريعة. عند ذلك يراجع نفسه، يبحث عن أسباب هذا الهجر الذي حصل، يتدارك الأخطاء والخلل والتقصير الذي حدث منه، ويكرمها ويحتفي بها ويشكرها على عودتها إلى حياتها والصواب. بعد ذلك إذا لم تنفع هذه الوسيلة، هنا يتجلى حرص الشريعة على البيوت،
وعلى صيانة البيوت، قال العظيم واضربوهن. ولكن هنا لا بد من وقفات لنرد على السفهاء، على أعداء الإسلام وعلى الجهلاء الذين حاولوا أن يسيئوا للإسلام. كيف يبيع الإسلام؟ يبيح الضرب وفي بلادهم تقتل المرأة. بلد غربي كبير سنويا من 2000 إلى 4000 امرأة يموتن من ضرب الأزواج. بلد غربي استعماري عريق، ثلث قوة الشرطة ليس لها عمل إلا حماية الأزواج الزوجات المظلومات المضروبات. ونحن نريد أن نقول في مجتمعنا الضرب موجود لكنه قليل نادر. وأنا أحد الناس الذين ما سمعوا بهذا، مع علاقة الوثيقة مع الخالات والعمات والأهل، ويعني موجود في مجتمع متحرك، مجتمع متعارف، لكن ما سمعنا بهذا إلا بعد أن أصبحنا مستشارين وتأتينا المشكلات حتى نضع الأمور في صوابعها. لا يعني أنه لا يوجد ضرب، ولكن هذا يعني أنه قليل. ونريد أن نضع المسألة في وضع أصلي. أولاً النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة ما ضرب بيده امرأة ولا طفلاً ولا خادماً مع حصول الدواعي لاستخدام هذه الوسيلة. لكن الضرب سواء كان للطلاب، للأطفال، للزوجات، هي حيلة الذي لا يصبر على الحلول، هي حيلة الذي تغلق أمامه الأبواب، هي آخر الحيل وآخر الدواء الكيد. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي عمن يضرب الزوجات، ولذلك نهى عن ضرب الزوجات. قال الصحابة فزئرنا، النساء زئرنا على أزواجهن، فشكى الأزواج، فأذن النبي في التأديب. لاحظ الآن التأديب ليس ضرب انتقام. فأطاف بآل محمد حوالي 70 امرأة يشكين من ضرب الأزواج. قال النبي وقد جمعهم أما أولئك ليسوا بخياركم. ونحن قلنا النبي ما ضرب بيده امرأة ولا طفلا ولا خادما، مع أن ابنة الجون مثلا هذه التي قالت له أنت من السوق وأنت الذي ينبغي أن تأتيني وتكبرت على النبي، والنبي أكرمها، النبي طلقها، النبي أرسل لها يعني مالا وأعطاها وأرجعها إلى أهلها عليه الصلاة والله والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تعجب ممن يضرب زوجته أول النهار ثم يعاشرها آخر الليل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة بنت أبي قبيس تقول معاوية وأبو جهم خطباني، فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبا جهم فهو ضراب للنساء أو لا يضع العصا عن عاتقه. لا يضع العصا عن عاتقه إشارة إلى كثرة السفر وهذا يؤذي المرأة، وإشارة إلى الضرب وهذا يؤذي المرأة. ثم قال لها أنكحي أسامة بن زيد، فنكحته وسعدت به. هذا يعني المربي الأمريكي يعني الذي كان يقول أنا خدعت البشرية بكتاب الذي طبع 15 مرة وذهبت فيه إلى أن الضرب لا يجوز وإلى أن الضرب العقوبة المادية لا تقبل. يقول الآن تبين لي أنه لا يمكن أن تحدث تربية سوية إلا باستخدام عقوبة مدنية، وهذا ما جاء به الإسلام. ثم قال أهل الغرب، ونحن نقول كلامه حتى يعرف الناس، قالوا هناك ثلاث أنواع من النساء قد نحتاج معها إلى استخدام هذه الوسيلة. النوع الأول قالوا التي تربت على الضرب، روحي يا فاطمة مش رايحة ضرب، ادرسي يا بنتي مش دارسة ضرب. هذه يعني إذا جاء الزوج قد يحتاج لاستخدام الوسيلة، ليس لأن الإسلام يحب الضرب لكن لأنها تربت على هذه الوسيلة. النوع الثاني المتعالية المتكبرة، ولذلك الفقهاء قالوا الضرب هذا قد لا يصلح إلا مع سفيهة أو صغيرة لا تعرف مصلحتها. والنوع الثالث قالوا هذه التي عندها سادية لا تستكمل عندها المتعة إلا بأن تضرب مع يعني المعاشرة، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. وهم طبعا في التي تحتاج إلى الضرب قالوا هذه لا بد أن تقهر يعني قهرا عضليا، وهي التي لا تقيم وزنا للمربي للموجه، تحتقر تستهتر. وأنا دائما أسأل أخواتي وبناتي في المحاضرات الخاصة بالنساء أقول يا بناتي أريد إجابة واضحة، يا أخواتي هل الأفضل أن أترك المرأة بعاطفتها تخرب بيتها تخرب دارها
تضيع أطفالها، أم الأفضل أن تأخذ عقوبة ثم تعود إلى صوابها؟ الإجماع من النساء أن الأفضل لها أن تعاقب لتعود إلى صوابها وتحافظ على بيتها. وطبعا سنعرف في يعني حلقات قادمة أن المرأة التي تطالب بالطلاق سرعان ما تندم، لأنها تدرك بل تلوم زوجها، لماذا طاوعني، لماذا قبل، إن كان يحبني لماذا فعل. هنا عظمة الشريعة، هذه الشريعة أنزلها خارق الرجل وخارق المرأة. فإذا تعينت هذه العقوبة حلا، يعني أصبح ليس أمامنا لاعتبارات كثيرة إلا أن نستخدم هذه الوسيلة. فالإسلام اشترط شروط تكاد تكون معها عقوبة الضرب معدومة. أولا ألا يتخذ الضرب عادة. الأمر الثاني أن يتأكد أن الضرب يصلحها. ابن الجوزي يقول معظم النساء الضرب لا يصلح معه، بل يزيد عنادها، بل يجعلها تكابر، بل يجعلها، وهذا في الواقع عندنا وإن شاء الله يأتي من خلال أسئلة. الأمر الثالث أن يضرب بما لا يكسر عظما أو يخدش جلدا. لاحظ الآن. الأمر الرابع أن يتفادى المواطن الحساس. الأمر الخامس ألا يكون بطريقة فيها الإهانة أو بوسيلة تدل على الإهانة. ألا يكون ذلك في حضور أبنائها أو صديقاتها. ألا يكون يعني الضرب أيضا بصاحبه توبيخ، أن هذا أصبحت عقوبتين. أن يتوقف عن الضرب إذا ندمت أو اعتذرت أو بكت أو هربت. يعني هذه معاني عجيبة. ثم إذا سألنا بماذا يكون الضرب، استمعوا إلى السلف. قال ابن عباس بالمسواك، يعني هذا مزاح. قال قائل السلف بمجمع الثوب، يعني يجمع العباء والثوب ثم يضربها. الهدف إذن من الهجر أو من الضرب ليس الانتقام، ولكن هو إشعار المرأة أن الحياة توترت وأنها دخلت في مراحل خطيرة حتى تنتبه، يعني وتعود إلى صوابها. ألا يكون أكثر من 10 أصوات. أن يتفادى الوجه ومواطئ المهالك. كذلك أيضا يعني أيضا ألا يكون في هذا الضرب كما قلنا بما يخدش عظما، وإن فعل فإن القاضي يجلده ويغرمه ويدفعه قيمة ما أتلف. إذن هذه معاني لا بد أن يصطحبها الإنسان. وأعود مرة أخرى لأقول أولئك ليسوا بخياركم. أيضا هنا فإن استجابت فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا تدور أسباب، لا تقول ما دام ما شاء الله الضرب نفع كل يوم نضرب، لأنه نحن قلنا من شروط الضرب ألا يتخذ عادة. فليس عندنا امرأة تضرب ليلا ونهارا ويتكرر الضرب. والضرب عقوبة إذا تكررت ضاعت الفائدة منها، وتجرأ المضروب على التحدي والتجاوز، فليس في ذلك أي أدنى مصلحة. حتى لا نطيل عليكم، هنا أيضا قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إذا دعتك قدرتك إلى ظلم هذه المسكينة فتذكر قدرة الله عليك. سنقف هنا لننتقل إلى كون النشوز من الرجل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إصلاحا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، أن يصالح بينهما صلحا. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. وهنا معنى جميل، هناك عظهن وهجرهن، هنا أي الصالح يعني مفاوضات، يعني حوار، يعني مناقشة. فعلى المرأة أن تستجمع يعني حيلها. والمرأة ذكية، والمرأة عندها حاسة سادسة، وأنا أقول عندها 7 أيضا، وتدرس أسباب نفور الزوج في تلطف وكياسة، ثم تعالج كل سبب بما يصلحه. وعليها أن تدرك أنها تسعى في أعظم واجب، يعني هذا واجب شرعي، هذا تعليم من هذه الشريعة العظيمة. عليها أن تبحث عن المدخل الحسن، عليها أن تستخدم التأني، عليها أن تستخدم الفراسة. والمرأة تتميز في كل هذا، وليكن يعني فيها المعية وزكاة سودة رضي الله عنها التي لاحظت أنها كبرت في سنها وعجز عن القيام ببعض وظائفها كزوجة، وعند ذلك اصطلحت مع النبي لتعطي ليلتها عائشة حب النبي، لتظل زوجة في بيت النبي. ولذلك قد نحتاج هنا إلى أن نقدم تنازلات، إلى أن نقدم عروض. قالت إحداهما لا تطلقني وسامحتك في القسمة، يعني وهذا لأنها تشعر أنها
غير يعني مستطيعة أو قادرة على القيام بواجبات واجبات الزوج. هنا القرآن يقول والصلح خير في كل الأحوال وأحضرت الأنفس الشح، لأن يعني هذا الصلح قد يترتب عليه بعض التنازلات ويصعب على الإنسان أن يتنازل، لكن عندما ننظر للعواقب ومآلات الأمور والبدائل فإن الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا. لاحظ عظمة القرآن، الخطاب موجه للاثنين، وإن تحسن أيها الرجل وإن تحسن أيها المرأة وإن تتقي أيها الرجل وإن تتقي أيتها الزوجة، يعني فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هي معاني أرجو أن نقف عندها متأملين لعظمة هذا الدين. وكذلك أيضا ينبغي أن نصطحب الدعاء فقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى. والمرأة الصالحة شديدة المحافظة على بيتها، فسبحان مقلب القلوب. وكذلك أيضا نشوز الرجل يهدد أمن المرأة ويهدد الأمن داخل الأسرة، ولذلك كان من خطوات العلاج المراجعة المكاشفة الاسترضاء، مراجعة مكاشفة استرضاء، تراجع نفسها. وهذا مهم لأي إنسان، يعني نحن دائما لما تحصل توتر في الحياة الزوجية أرجو أن نقف فنراجع أنفسنا. قال قائل السلف إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي وفي خلق دابتي. وتخطي من تغضب إذا غضب زوجها، في نوع من الزوجات أنت زعلان هي أيضا زعلان، وهذا إشكال. لا، نحن نقول كما قال أبو الدرداء إذا غضبت فردني وإذا غضبت رضيتك وإلا لم نستحم. وعند المكاشفة ينبغي أن تناقش بأسلوب لين لمعرفة ما خفي من أسباب النشوز، عليها أن تختار الوقت المناسب والأسلوب المناسب والحالة النفسية المناسبة، وإذا كان هناك أخطاء منها تعتذر، والاعتذار مطلوب من الطرفين. وعلى المرأة أن تعرف أن اعتذار الرجل يختلف، ولكن الاعتذار مطلوب من الطرفين. ثم تأتي مرحلة كما قلنا الاسترضاء، والتي يكون فيها نوع من التنازلات والاستعداء الاعتذار الوعد الجميل. فما أحوجنا إذن إلى أن نستحضر هذه المعاني، وأتمنى ألا أكون أخذت أكثر من الوقت المطلوب ودخلت في وقت الأسئلة. فأنا سعيد بالمشاركات وأشعر أن أمامي خبراء وخبيرات ولهم خبرات في الحياة الزوجية، وهذه حلقة للمدارسة لتبادل المعلومات، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يرفعنا عنده درجات. الفرصة لكم، بارك الله فيكم جميعا. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. الأخت تطلب الكلمة، الأستاذة روحية تفضلي. عفوا أعطيت الكلمة خطأ للأخت بسمان، تفضلي. سأعود للأخت روحية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، جزاكم الله خيرا. يا مرحبا. الشكر الجزيل للقائمين على أكاديمية الرواد، جزاكم الله عنا خير الجزاء، ما شاء الله، اللهم بارك، كتب الله أجركم ونفع بكم. جزاكم الله دكتور، ما شاء الله، حقيقة الشكر الجزيل لكم، ما شاء الله، يعني كل درس ما شاء الله نستفيد منكم الكثير، جزاكم الله خيرا وكتب أجركم ونفع بكم يا رب. سؤالي دكتور، هلأ تكلمتم عن النشوز عند الرجل، يعني سبحان الله العظيم هذه الفكرة ما وصلتني تماما، يعني هل يعني العبارة هي نفس النشوز عند المرأة وهل أم يختلف الأمر، يعني وهل مثلا كان يعني عقاب أو جزاء المرأة عن النشوز هو نفسه عقاب الرجل بهذا الجانب؟ هذا السؤال مهم، وأنا أريد أن أقول أن النشوز هو الارتفاع، هو الخروج عن ضوابط الحياة الزوجية، يتأخر، لا يرد عليها، لا يهتم بها، يبتعد عن فراشها، هذا نشوز الرجل. وأيضا القرآن قال وإن امرأة خافت من بعلها، يعني ظهور البوادر تبدأ تقول شايف إيش غلط منا، في حاجة ناقصة، هل تحتاج إلى شيء، وهو أيضا معصية، يعني الآن ولهن مثل الذي عليهن. فالنشوذ من الرجل محرم والنشوذ من المرأة محرم.
وإن وجدت أسباب لهذا النشوز سيكون العلاج بما يناسب المرأة في خطوات الآية الأولى، وبما يناسب الرجل، طبيعة الرجل أنه يحتاج إلى الحوار، يحتاج إلى المناقشة، يحتاج إلى الأخذ والرد، لكن المرأة لكون العاطفة مسيطرة عليها تحتاج إلى الوعظ ينفع فيها الهجر، قد يصلحها الضرب إذا كانت قد اعتادت عليه، أو كانت غافلة، أو كانت متكبرة، معاندة، رافضة للمواعظ، تريد أن تضيع بيتها وتضيع عيالها وتخرب حياتها. بل أنا في معنى جميل جدا، يعني أريد أن أقول الرجل الذي يحاول أن يرجع زوجته إلى صوابها حتى بالضرب، هذا عنده حب زائد لها، وإلا فالشريعة تبيح له أن يطلقها، أن يفارقها، أن يتزوج غيرها، لكن كونه يتمسك بها، كونه يصر. وبل أقول بعض الزوجات، وهذا في الواقع العملي عندنا، تقول لماذا طلقني؟ لماذا لم يمنعني؟ ليته ضربني. فأنا أريد أن أقول يا لعظمة هذه الشريعة التي تراعي نفسية الرجل ونفسية المرأة. فالرجل إذن عنده نشوز، وهو نفس المعنى، النشوز بمعنى الارتفاع والترفع، يعني تكلم ما يريد، يطنطن، يتأخر، يمتنع. أرجو أن أكون فهمت السؤال. إن شاء الله دكتور، الله يجزيكم الخير، وصلت الإجابة. ولكن أقصد هلا تكلمتم جنابكم أنه الزوج يعني بطريقة ما يوصل أو يعني يصحح مسار زوجته إذا كان هناك نشوز. طيب هي كيف تصحح؟ هو يصحح بالضرب، بالتأنيب، كذا، ولكن الزوجة كيف تصحح النشوز عند الزوج؟ الله يجزيكم الخير. نحن قلنا يعني لما اختصرناها قلنا ثلاث خطوات، اللي هي يعني الاكتشاف، الاسترضاء، وضع الحلول. يعني نحن قلنا سودة رضي الله عنها لما شعرت أنها غير قادرة على القيام، كبر سنها. طبعا أمنا حفصة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 55 سنة، كانت ثقيلة الجسم رضي الله عنها وارضاها، جاء وقت عجز عن القيام بدورها كزوجة، ثم خافت يعني أن يزهد فيها الرسول، يتزوج غيرها، أن يتركها، فصالحته على هذا، على أن تجعل يومها ليلتها لعائشة. وهذا نوع من الاسترضاء. يعني أنا أريد أن أقول المفسرين عند هذه الآية تكلموا عن هذا المعنى الجميل. فالزوجة إذا شعرت أن الزوج بدأ يتمرد، بدأ يتغير، بدأ يتكلم مثل ما يقولها في الخليج من طرف خشمه، يتكلم بالأنف، يطنطن، لا يرد، هذه بوادر. عند ذلك تبدأ تقول أبو صالح هل شيء يتمنى شيء، هل هناك شيء ناقص، هل كذا، ثم تعرف التقصير. هي قد تعرف بعض الأشياء لأن المرأة عندها حساسة جدا وذكية جدا، فتحاول تصلح الخلل، تحاول تحاوره، تستكشف بقية الأسباب، تحاول تسترضيه بالاعتذار مثلا. واعتذار المرأة مختلف، أن اعتذار المرأة يعني تضع يدها في يد زوجها تقول لا أزوغ غمضا حتى ترضى، إيش المزعلك مني، أنا أعمل لتبغي حتى ترضى. وبعد ذلك تأتي تقدم التنازلات، إذا كان هو يعني هذا التمرد عنده ناحية مالية تقول له أنا بعطيك كذا، إذا كان عنده إشكال في القسمة، أحيانا الزوج يتزوج واحدة في مدينة ثانية وهي تعاتبه على الطريق وقد لا يستطيع أن يأتي، فتقول له بدل ما تدعم خلاص تعال نحن نهاية الأسبوع، خذ الخميس والجمعة والسبت وباقي، يعني والصلح خير. فإذا هي بهذه الوسائل اللي هي المصالحة، الحوار، الاسترضاء، اكتشاف الخلل، الاعتذار، هذه الوسائل التي تصلح بها نشوز الرجل. نعم. بارك الله فيك أختنا السائلة. أخت روحية نعتذر منذ قليل قطعنا الصوت عنك، تفضلي. زاد الله فضلكم. جزاك الله خير دكتورنا الفاضل. والله أعتبر حضرتك ليس فقط محاضراً وإنما أباً وأخاً لجميع الأخوات الموجودات والإخوة الموجودين، فأنت تتكلم بروح الأسرة سبحان الله، ولا تتكلم ككلام فقط أكاديمي أو علمي، وإنما تتكلم بروح الأسرة الواحدة. وأرجو عادة عندما أشترك أرجو أن لا يفهمني المستمعين بطريقة خاطئة، فأنا أتعرض أيضا لاستشارات شبه يومية من الأسر المكلومة دعوني أقول. يعز علينا أن تكون مجتمعاتنا بهذه الطريقة. لو لاحظت يا شيخ والإخوة القائمين على المنصة كم عدد الحضور من الذكور وكم عدد الحضور من الإناث،
وحتى الإناث اللواتي يدخلن بأسماء، البعض منهن بأسماء ذكور. أرجو يعني أن ينتبه لمثل هذه النقاط. لماذا يعني هم لا يحبون أن يستمعون؟ على اعتبار أنهم يفهمون كل هذه الحقوق، والمرأة هي التي لا تفهم وهي التي يجب أن تتعلمها. هذه ملاحظة على الهامش. النقطة الأخرى التي أحب من حضرتك التوضيح، وهي أن لا ننتقل إلى النتائج. جميل جدا أن العنوان المحاضرة هي إدارة الخلافات الزوجية، لكن هذه الخلافات لها أسباب ولها جذور. فعندما بدأت بقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، من فضلك أن تفصل ما معنى الرجولة من ناحية شرعية. هل الرجل الذي لا يصلي هذا رجل له قوامة؟ الرجل الذي لا ينفق هل هو ذكر أم رجل له قوامة؟ الرجل الذي يشرب الخمر أو الممنوعات شرعا هل هو له قوامة؟ فلنعالج يعني جذر الموضوع قبل أن نصل إلى نتائج الخلافات، ونعالج الخلافات التي ظهرت نتيجة للأسباب المتجذرة. أرجو توضيح هذه النقطة. النقطة الثانية، إذا تكرمت، ذكرت أنواع، ثلاثة أنواع من النساء، ولكن القسم الرابع أو الأقسام الأخرى على أنها مفهومة ضمناً، وهن النساء اللواتي لم يتعودن الضرب وإلى آخره. طيب هؤلاء النساء، هذا القسم من النساء، ما وهن الأكثر أعتقد، يعني عادة إحنا الحمد لله الأمة الوسط. فما يعني قبل يومين فقط أتتني يعني قضية، رجل يعني مجرد نوع من الغيرة من زوجته وقام وضربها أمام بناته. فكيف السبيل إلى حل هذه المشاكل وقد وقعت الواقعة وتزوجت هذه المرأة وأنجبت؟ فيعني أرجو توضيح القسم الآخر من النساء ومعنى الرجال الذين لهم القوامة شرعا. أنا لا أريد أن أقوم النساء على الرجال أو أثيرهن، ولكن فعلا نحتاج إلى تجذير المواضيع. فعادة عندما لا تعجبنا أجوبة من ناحية شرعية تذهب النساء إلى الطرف الآخر وتقول الأطراف اليسارية تأتي لي بحقي فأنتم لا تأتون لي بحق. فجزاك الله خير، أرجو توضيح هذه المسائل. أنا يعني أشكرك جدا على هذا السؤال المعلم، السؤال الذي حاط بجوانب غاية في الأهمية، وطبعا إن شاء الله مستقبلا نحن نركز على هذه التفاصيل وهي في غاية الأهمية. أما ما جعلتيه على الهامش من غياب الرجال وعدم سماعه للمواعظ فهذا مما يؤلمنا، والشرع يريد للرجل أن يسمع ويسمع، بل يوجب عليه أن يعلم أهله بنتا وزوجة، إما أن يأتي بها إلى أماكن التعليم أو يأتي لها بمن تعلمها، ولن يفعل ذلك إلا إذا علم نفسه ابتداء. معظمة الشريعة أنها تواجه أولياء الزوجة، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وأمانته، والشريعة شددت في شروط الرجل، يعني في المرأة قال فاظفر بذات الدين، لأن المرأة بدينها بحيائها هذا يكفي، والمرأة دائما هي العنصر الذي يحمي المشاعر النبيلة، والعنصر الذي يصدق العواطف، والعنصر الذي يشبع الجوانب الناقصة في الإنسان أيا كان هذا الإنسان. فما من رجل إلا وهو ابن امرأة يعني رضع من ثديها وتقلب بين يديها وكبره. ولذلك أرجو أن تقوم النساء أيضا بهذا الدور المبكر في إعداد الرجال. ولذلك أنا أريد أن أقول، أما عندي أنا وأنا كثيرا ما أحاضر في الأمور الأسرية في مراكز نسائية، فقد حسمنا هذا الأمر بأن أجبرنا الأزواج على أن يحضروا مثل ما تحضر الزوجات، بل كانت محاضرة الرجال ومحاضرة للنساء. النساء يأتين في المحاضرة بكل الشكاوى، والرجال يأتوا بكل المعاناة. ولله الحمد من أول محاضرة سمعها الرجال كانت تغيير مذهلا،
وكان التغيير عجيبا. وطبعا نحن سأوجه رسالة لخطباء المنابر والذين يأتيهم الرجال في الجمعة إلى أئمة المساجد إلى أن تكون الرسالة مضاعفة للرجل الذي بكل أسف يهمل تأهيل نفسه وتطوير نفسه. وهذه تحية عبرك للحريصات، للأمهات، للعظيمات، ويعني أرجو أن نقوم بالأدوار في إعداد الأجيال. النقطة المهمة جدا التي عندي، القطاع الأكبر والأصل، هو أن النساء اللائي لم يضربن ولن يستحقن الضرب ولا يجوز ضربهن. يعني أنا الآن قلت لا يجوز استخدام الضرب إلا إذا تيقن أنها ممن يصلحها الضرب، وهذه نقطة مهمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب، ومن حق الزوجة أن تشترط هذا، بل من حق الأم أن تشترط هذا، وهذا ينبغي أن نراعيه في بيوتنا. فلا يجوز للمرأة، للأم ولا للأب، أن يضرب طفلا، أن يضرب ذكرا، ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز أن يضرب بنتا. يعني هذه أمور أرجو أن تكون واضحة. فالتي اعتادت الضرب من الذي ضربها؟ الأب ربما، الأم ربما. هذا كله خطأ لا تقبله الشريعة، والشريعة ليست مسؤولة عن الأخطاء التي تحدث يعني، ولكن الشريعة هي التي تعالج. ولكن ما ينبغي أن نحمل أخطاء الرجال أو أخطاء النساء للشريعة. الأمر الثالث، نحن هنا برنامج إصلاحي، ما جئنا لندافع عن الرجال ونعرف تقصيرهم، لكن نريد للمرأة المسلمة صاحبة التأثير، صاحبة الوعي، التي حضرت وتعلمت وبارك الله في الحريصات، أن تكون لها أدوار إصلاحية تبدأ بصبرها واحتمالها وتوجيهها واحتسابها عند ربها. تحتسب هذه المعاناة التي أقر وأنا في الميدان أن في الرجال من يقصر، وتقصير الرجال جزء منه يدخل فيه أولياء المرأة الذين ما أحسنوا اختيارا. والذي يزوج بنته من مخمور، من تارك الصلاة، قطع رحمها وأذنب في حقها. بل نحن الآن نوسع دائرة القواعد التي نؤسس عليها. إذا طرق شاب بابنا ينبغي أن ننظر ونسأل ونبحث ونطيل البحث، لأننا في زمان فيه الغموض، في زمان تختفي فيه العيوب وتكثر فيه العيوب. وهذا دور الأولياء، دور الأولياء أن يبحثوا. وأنا قلت لما تكلم عن الزوج قال من ترضون خلقه ودينه. وإذا نظرنا فإن الدين داخل في الأخلاق، بل هي عماد الدين. بل قال ابن القيم والسلف كان يقول من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لكن من عظمة الشريعة ومن احتياطها الكبير في أمر الرجل الذي ستكون بيده القوامة والإدارة أنها اشترطت شروط إضافية. فمن ترضون دينه، إذا فككنا المعادلة بطريقة الرياضيات، الشريعة تقول إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه وخلقه، لأن الدين فيه خلق، والإسلام فصل قال خلقه ودينه، دينه وأمانته. فإذا هذه كلها احتياطات يعملها هذا الدين. وما يحدث من تقصير من الرجال سببه ليس الدين، ولكن سببه البعد عن الدين. فلنجتهد جميعا، آباء وأمهات، دعاء وداعيات، مصلحين ومصلحات، في رد الرجال إلى دينهم، وتأهيل الرجال ليقوموا بأدوارهم ليكونوا رجال. الرجل هو الذي يتحمل مسؤوليته، يغار على عرضه، يقوم بدوره، ينفق من ماله، يتكفل بحماية أهل البيت، يغار عليهم، يحرسهم، يسعى في مصلحتهم. ولذلك حتى لما قال الله وللرجال عليهن درجة، ليس كما يفهم الجهلاء هي درجة العضلات وبرم الشنبات يعني يظهر رجولته، ولكن هذه الرجولة هي الحماية والرعاية والصيانة، ويعني هذه المعاني الجميلة. وارجعوا إلى ما قاله أهل التفسير في هذا المعنى. فنحن إذن بحاجة إلى فعلا نذكر الرجل أن رجولته الكاملة تبدأ من تدينه وغيرته وحسن أخلاقه ورعايته لأهل بيته وشفقته عليهم وتضحيته من أجلهم، لدرجة أن الرجل يموت دفاعا عن أهله ليكون شهيدا ويدخل جنة الله. نعم. بارك الله فيك شيخنا. نعود إلى الأسئلة. عجبتني ملاحظة الأخت رقية حينما قالت أن تتكلم بروح الأسرة، ما شاء الله، يعني تعبير جميل. عندنا عديد من الأسئلة في الشات.
تقول السائلة: يا شيخ، النشوز من الزوجة غالبا لا يأتي إلا بسبب من ظلم وتقصير الزوج، وهذه ظاهرة منتشرة. لا ينفق ولا يحت... مثلا لا ينفق، لا يحترم، يتخلى عن مسؤولية الأولاد، وتحتاج إلى احتواء ورحمة وحنان من زوجها مراعاة صحتها. يعني هي كتبت باختصار كل هذه الأسئلة، يعني كيف أن تقصير الرجال يا شيخ ممكن يؤدي إلى نفوذ المرأة ثم اتهامها بذلك أو شيء. لا شك أن التقصير، هذا سؤال رائع، لا شك أن التقصير من الرجل أو المرأة هو السبب الفعلي، ونحن يعني لو قلنا ما هي أسباب النزول سنقول معصية الزوج لله، تقصير الزوج في الإنفاق المالي، تقصير الزوج في الحقوق الخاصة حق الفراش، تأخر الزوج المستمر، إهمال الرجل لأسرته، كل ذلك لا ترضاه الشريعة. لكن نحن نريد أن نقول دائما الخطأ لا يواجه بالخطأ، فإذا كان الرجل عنده هذه الأخطاء فهذا يعني أن النشوز من الرجل، وعندها تبدأ تجلس معه، تذكره، تتفق معه، تعرف أسباب هذا النفوذ. فمن الرجال من يهرب من بيته لأنه لا يستطيع أن يستريح، تتكلم المرأة بالمشاكل وتسيء الظن وإلى آخره. ومن الرجال، يعني أنا أريد أن أقول يعني فكرة الشريعة أن الخطأ لا يقابل بالخطأ. ونحن لو تذكروا قلنا الحياة الزوجية عبادة لرب البريه. يا بناتي يا أخواتي، إذا ترك الرجل الصلاة هل تترك الصلاة؟ الحياة الزوجية نفس الشيء، أيها الرجل إذا ترك زوجتك الصلاة هل تترك الصلاة؟ لا، هذه عبادة لله. ولذلك إساءة الزوج لا تبيح الإساءة، كما أن تقصير الزوجة لا يبيح التقصير، لأن المحاسب والمجازي هو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك نحن لما قلنا فكرة الإسلام أو منهج الإسلام في معالجة النشوز وإصلاح الخلل، لأننا بشر والنقص يطاردنا، وهذا التقصير واضح واضح. ولذلك قالوا أحضرت الأنفس الشح، كل واحد يد مصلحته، كل واحد كذا، لكن قال وإن تتقوا، يعني وإن تحسنوا وتتقوا يرفعنا درجة. التقوى والإحسان الذي فيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. ونحن نقول يعني كما يقال العود لا يقول طق إلا إذا فيه شق، يعني إذا إلا إذا فيه خلل، فما من شيء إلا وله سبب. لكن كيف نحيط؟ ونحن لذلك قلنا إدارة الخلاف، لم نقول لا يوجد خلاف، لكن كيف أدير؟ كيف أجعل هذا الزوج الناشز يعود؟ كيف أجعل هذه الزوجة الناشزة تعود إلى صوابها وتعود إلى أطفالها؟ يبدأ بالوعظ، والوعظ قلنا ملاطفة وتذكير بالعواقب وتذكير بجمائلها، وأنت ما شاء الله كنت طيبة، لا تتأثري بالمسلسلات، لا تؤثري بالمحرضات، لا تؤثري. هناك عوامل يعني خطيرة في التأثير على الرجل أو يعني الزوجة، ينبغي أن نحيط بها. إذن الفكرة في من يحضر معنا إدارة الخلاف هو كيف ندير الخلاف، كيف ننجح في إدارته، كيف نحتويه. وفرضنا سنصل للحظة والله عندنا يعني السلبيات كانت 20 والإيجابيات كانت 20، نجحنا بإدارة الخلاف في أن نبغي تصل السلبيات إلى 8، يعني استطعنا أكثر من نص أن نقضي عليه، وأصبح السلبيات يصعب علينا الخروج منها، نتكيف معها، لأنه أيضا نحن ننظر في الخيارات البديلة. ما هو الخيار البديل؟ الطلاق، ضياع الأطفال، ضياع الزوجة، ضياع الزوج. وعندما تترك زوجها أو يترك زوجته ينبغي أن يوقن أنه لن يجد ملاك بلا عيوب، لن تجد رجل بلا عيوب، هذا غير موجود على وجه هذه الأرض، فكلنا ذلك الناقص، النقص يطاردنا رجالا ونساء. ولذلك إدارة الخلاف يتحسب عليه يترتب عليها حسبة أمور كثيرة. وأول ما أحب أن أذكر به، وهذا سيغير المعادلة في الصراع، أن نحتسب الأجر والثواب عند الله، أن نجعل نيتنا لله خالصة. لو أن أي زوج يعني جعل نيته خالصة، أي زوجة جعلت نية، فإن هذا باب التوفيق الأكبر. بل أنا أريد أن أقول كثيرا ما نخزل في إدارة خلافاتنا لأن نيتنا ليست لله، هي تدير لأنها من أجل الجيران، إيش يقول الناس عنا، إيش كذا، هذا لا يوفق. لكن اجعل نيتك لله،
وتذكروا قول النبي لئن يهدي الله بك رجلا واحد أو امرأة خير لك من حمر النعم. فكيف إذا كان الرجل هو أبو العيال؟ وكيف إذا كانت الزوجة هي أم العيال، شريكة العمر، صاحبة السنوات، صاحبة التضحيات، صاحبة الجمائل والمعروف؟ يعني إذا أنا أريد أن أقول هذا هو الذي نريد أن نستحضره في حلقة اليوم. نحن نريد أن ندير الخلاف، وأشرنا إلى عظمة الإسلام في معالجة بوادر الخلاف من البداية، يعني ما يترك الخلاف حتى يتعمق ويتمكن. هنا قال خافت من بعدها، النشوز ما حصل لكن في مؤشرات، واللاتي تخافون نشوزهن ما حصل لكن في مؤشرات. فنبدأ نعالج من البدايات، نبدأ نسد الأبواب التي يأتينا منها الريح ويأتينا منها الشر. فتأملوا عظمة هذه الشريعة، وهذه دعوة إلى أن نفقه أدوارنا رجالا ونساء في منهج الإسلام في معالجة شبح النشوز وفق هذه الضوابط والقواعد التي أشرنا إليها. بارك الله فيكم دكتور. السائلة الأستاذة زي ما تقول شيخنا هل عرفت النشوز؟ أنت كنت عرفت شيخنا منذ البداية، لكن لو تذكر ربما هناك من ما أدري الصوت شيخ، الصوت ليس واضح الآن. تسمعوني؟ الآن واضح نعم. قلت الأستاذة زينب تقول هل عرفتنا على النشوز؟ أنت عرفته منذ البداية، لكن لعلك تعيد لو سمحت في إجازة من وصل متأخرا. ثم تضيف هي تقول أنه بعض الرجال يشمل يدخل في معنى النشوز ما ليس فيه، كأن تنسى المرأة الملح أو تأخر مرة في الطبخ أو شيء من هذا، يعني أنه الرجال أي شيء أو أي تقصير صغير من المرأة يريد أن يسميه نشوزا، فماذا تقول شيخنا؟ طبعا النشوز نحن قلنا النشوز لغة هو الارتفاع، الأرض الناشزة يعني المرتفع، وهو من المرأة عصيانها لزوجها، ارتفاعها عليه، تعاليها عليه، تأخر الإجابة، الطنطنة والدندنة، يعني ما يكلمها تتكلم، الامتناع عن فراشه. ويعني بالنسبة للرجل التأخر عليها، عدم الصرف عليها، عدم إعطاء حقها الشرعي، عدم الرد عليها، العبوس في وجهها. إذن هو كل خروج عن الطاعة، كل خروج عما أمر الله به يعتبر نشوز. لكن أن يعتبر نقص الملح أو زيادة وكذا، هذا تجاوز. لكن طبعا إذا قصدت هذا أو قصد الأذى، ولذلك نحن في هذه الشريعة نتعامل مع الذي يعلم السر وأخفى. والمكر السيء من الرجل أو لا يحق إلا بأهله، وفي نفس الوقت يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالتوسع في فهم النشوز مرفوض، لكن هذه مظاهر وهذه قد تكون بوادر. إذا كانت المرأة منتظمة في وضع طعامها ثم صارت تتأخر، وإذا كانت المرأة مهتمة بالرد على زوجها ثم لم ترد عليه، وإذا كانت المرأة سريعة الطاعة لزوجها ثم تمردت، وإذا كان الرجل كان يعتاد أن يكلم أهله ثم عاد ما يكلمه، ثم عاد يرفع صوته، ثم أصبح يشتم، ثم أصبح يتأخر، ثم أصبح يعني. إذن هذا هو النشوز، الخروج عن المنهج الإسلامي والحقوق والواجبات تجاه الحياة الزوجية. نعم. بارك الله فيكم دكتور. الأستاذة سماح تفضلي مشاركة صوتية. السلام عليكم. عليكم السلام رحمة الله. الله خير الله يسعدك. والله يا شيخ للأسف الأيام ديت الأمهات نفسهم هم مقصرين في تربية البنات، يعني الأمهات مقصرين في تربية البنات تأهلهم للزواج. ما فيش أم بتقعد تقول لبنتها الوصية لوصيتها الصحابية لا يكوني له أرضا يكن لك سماء، ما فيش. الأم على طول بتخلي البنت تستقوى على جوزها، بتخليها تسترجل، يعني المرأة تبقى مسترجلة مع جوزها في البيت، تبقى عايزة زيها زيه، تخرج زيها زيه، تشتغل زيها زيه، تأمره زي ما هو بيأمرها، ما بتسمعش كلامه، يقوم يربي الاولاد زي ما بتربي الاولاد. هم دلوقتي كله بيعد البنات يبقوا كده، يعني كله بيعد البنات ان هم يبقوا مسترجلات، وحتى لو ملتزم، يعني في ملتزمين كتير جدا جدا، وبرده بنتها تروح تشتكي لها بتقويها على جوزها. يعني واحد شاف حالات كتير جدا جدا، يا بنتي خليكي هاديه، وخليك لا، على طول الام بتستقوى، بتخليها تبقى قويه، لا خدي حقك، ردي عليه، اعملي كذا، اغضبي وسيبيه يمشي، هجري في الفراش. بيبقى ده تربيه الامهات الايام دي، حتى لو ملتزمين ملتزمات كتير بيربوا بناتهم على كده.
فيجب ان المرأة اصلا تربي بنتها، تخرج بنتها من بيتها، ان يكون تعرف ان جوزها دوت هو اساس كل، هو حياتها بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو طاعته، هي جنة، هو جنتها ونارها، هو الطاعة والقوامة ليه، هو هي تبقى في البيت ملكة، هو اللي يبقى هو يأمرها وهي تطيعه. يعني يجب تعودها على الطاعة، وتعودها على انها تبقى يعني خادمة لزوجها واولادها وبيتها. مفيش حاجة اسمها انا مش ما اشتغلش لجوزي واولادي، لا، تشتغل لجوزها انها تطلع جيل مسلم تساعده على كده، مش على طول مشاكل وعايز تبقى تاخد حقها وتاخد قوامتها، وانا اخرج زي ما هو يخرج واعمل زي ما هو بيعمل. هو هما بيتربوا على كده دلوقتي للاسف يعني، وبرضه وبتربيها. نعم، أنا أشكر، كملي كملي. وبرضه بتربى ان مثلا لا ما تعملش حاجه. حتى قلت المحاضره اللي فاتت على موضوع الام الزوج، لا، هي المفروض تبقى خارجه تقول لها دي امك زيك، فاخدميها زي ما بتخدميني. كل ده، كل ما الام والزوجه بيبقوا ام الزوج، تبقى البنت كويسه مع حماتها، الزوج نفسه يبقى مرتاح. انا بحب زوجي، هخدم مامته واشيلها فوق دماغي، حتى لو بتعمل حاجات تضايقني، لا، انا هرضى، هخضع عليها عشان خاطر ربنا ثم زوجي. طول ما انا ببقى كويسه مع اهل زوجي، مع اخواته، ابقى زي اختهم، مع حماتي، زوجها يرتاح نفسه، البيت هيبقى هادي. اخدمها اوقات حاجه اتغاضى عنها، مفيش مشكله، مش لازم ارد، مش لازم اعمل، اجيب لها هدايا، اكون تحت رجلها، معنى صح يعني. المفروض البنت تبقى تحت حمل رجل ام زوجها يعني، تربيه، تسمع كلامها، ممكن حتى لو تقدر تمشطها، كل حاجه تعملها، لان ده كله بتريح زوجها وبتريحها، وبتاخد اجر، وكما تدين دين يعني، اللي هو كل اللي بتعمله هيعود لها، مفيش حاجه مش تعملها مش هيعود لها يعني. كشرت في ام زوجها، هي هتقعد نفس الحكايه، هيحصل لها ما تتزوج. فلازم كل واحد يعمل حاجه تتقي ربنا، ليا ايام يعني، ايام معدوده، وكل اللي بتعمله هيتكرر ليها تاني. ده يعني اللي انا شايفاه، وشايفه ان الخلاف كله بيبقى بسبب البيت، الاهلي اصلا الاساس، ان انا بربي بنتي على حاجه غير الدين يعني. بس بارك الله فيك، هذا كلام أنا لا أملك إلا أن أقول جزاك الله خيرا، وأتمنى الإخوة في المنصة إذا كنت تسمحي أن يجعلوا هذا المقطع يعني مقطع نموذجي يعرض. وأنا لا أقول الرجال أيضا ليس فيهم تقصير، ولكن أحب أن أؤكد على هذه الرسالة، وأريد أن أضيف عليها أن هناك رسائل صامتة أيضا، وهي قيم سلبية دون أن تتكلم بهذا. يعني المرأة التي تستغوي على زوجها أمام أبنائها وبناتها، تضيع الطرفين، وتضر الرجل وتضر المرأة. ولذلك أنا أريد أن أقول هناك رسائل مباشرة سالبة، وهناك قيم سالبة لها تأثير عميق جدا في لاوعي الأبناء والبنات. وأحب أن أؤكد، وأنا سعيد بهذا الحضور الواعي، هذه المشاركات العميقة من بناتي وأخواتي، وهذا يبشر بخير. وأريد أن أقول إذا قامت الأمهات بالدور الكامل في التربية على الأمومة والتربية على طاعة الزوج، وطبقنا هذا عمليا، يعني طبقنا هذا عمليا حتى مع الأولاد، أنا أريد أن أقول هناك أمهات تصنع فرعون من ولدها، هي التي صنعت فرعون، وكل الفراعنة على وجه الأرض صنعهم الناس. ولكن عندما نقيم هذا الشرع، عندما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت يزيد لما قالت إن الله رب الرجال ورب النساء، والرجال إذا خرجوا كذا لهم الجهاد، فما لنا ونحن قعيدات في البيوت خادمات الأزواج، النبي حسن سؤاله ثم قال ماذا؟ قال حسن تبع إحداكن لزوجها وقيامها بحقه يعدل ما هناك. يعدل ماذا؟ يعدل الجهاد، يعدل قطع الرقاب، يعدل الاستشهاد في سبيل الله وهي في بيتها. فنحن بحاجة إلى أن نصحح المفاهيم، خاصة لما يكون الكلام السالب هذا من ملتزمين، هذا يدل على أننا بحاجة إلى أن نعيد فهمنا للدين، أن نعيد فهمنا لهذه الشريعة التي فيها هذه المعاني العظيمة. فإن الغرب أيضا يفاخر بما عندنا، لما ظهرت الجمعيات النسائية في الغرب المطالبة بحقوق النساء، وطبعا المطالبة بالحقوق هناك كانت مطالبة بالحقوق المادية، بعد الحرب العالمية احتاجوا للنساء فظلموا النساء، كان المرأة تشتغل نفس العمل، الرجل مثلا يعطى 300 دولار 300 ريال، والمرأة تعطى عن نفس العمل 100 ريال، فطالبنا بالمساواة، وهذا أمر مطلوب. لكن المغفلين والمغفلات
التقطوا هذه الأفكار وأرادوها مساواة في كل شيء. وأنا أريد أن أقول إحدى الناشطات الغربيات زارت القاهرة ودمشق وبغداد، يعني العواصم العربية الكبيرة، لتعرف حال المرأة المسلمة. رجعت تقول: والله إنها ملكة، لقد وجدت المرأة في العالم العربي الإسلامي في الشرق ملكة، يخدمها الأب، يخدمها الزوج، يخدمها الابن، يأتيها زوجها آخر اليوم يحمل الخبز والتعب والعرق والحب، يحمل الحب والتعب والخبز والعرق. قالت: لكن نحن المغفلات طالبنا بالمساواة من الرجل، والتقط الرجل الفكرة فتساوى معنا، تساوينا معه في التعب والعرق والكدح، ولم يشاركنا في الحمل والوضع والإرضاع. حقا نحن مغفلات. أنا أريد أن أقول للمرأة المسلمة: لا بد أن تدرك هذا، ولا بد أن تدرك أن يعني الدور كبير جدا في التربية على الأمومة. والتربية على الأمومة أنا أركز إن شاء الله تأتي حلقات تتكلم عن هذا، كيف أربي على الأمومة، والشريعة حرصت على هذا، بل الشريعة أباحت للبنت الصغيرة إنه تعمل مطبخ وتأتي بتماثيل دمى تلعب بهم وكذا، تسرحهم تضعهم، هذا في الشريعة ممنوع. الشريعة تنازلت لأنه تدريب على الأمومة، يسمح للأطفال أن يكون لها عرائس وتهتم بهم ويعني إلى آخره. هذا كله لأننا بحاجة إلى ندرب على الأمومة. وأنا أريد أيضا أن أقول الآن نحن في صيحة مخيفة، يعني البنت لما تريد ذاكرت المادة وتريد أن تدخل المطبخ لتساعد أمها، تقول لها: روحي، أهم حاجة الدراسة، دراسة شهادة تتحدى بها الرجل وتستغني بها عن الرجل. لا يمكن للمرأة أن تستغني عن الرجل، ولا يمكن للرجل أن يستغني عن المرأة. والمرأة إذا خرجت مثل السمكة، إذا خرجت من البحر تدعب وتموت، كذلك المرأة. وصدقوني هذه دراسة غربية، وعندنا صحيفة عربية عملت تحقيق. لمن؟ تحقيق للأمهات. تجد أم موظفة وترجع من الوظيفة تذهب إلى المول أو الجمعية، تشتري الأغراض والخبز، ثم تعود إلى البيت فتطبخ، والرجال وأبنائهم جلوس في البيوت. عملوا الدراسة لهؤلاء، قالوا: لسنا سعيدات، ومعظم هؤلاء تحمل في حقيبتها بنادول، يعني الأشياء المهدئة للتوتر، ومعظم هؤلاء تتوقف في نصف حياتها لأنها تشعر أن تضحياتها كبيرة. أنا لا أفهم هذا، وأريد أن أقول التربية على الأمومة والتربية على الرجولة تتطلب المرأة حتى لو كانت أغنى الأغنياء، لو كانت هي التي ستشتري الخبز، ليس من الصواب أن تذهب بنفسها، لكن تعطي الزوج تقول له: روح جيب خبز. من النساء من تقوم بكل الأدوار حتى نعل الزوج وثياب الزوج تشتريها، وهذه غالبا ما تتوقف في نصف المشوار، نصف الحياة، لأنها تدرك أن الرجل الذي تنازل عن حقوقه أصبح حقا مكتسبا. فإذا يوم أخرت الخبز، لماذا أخرت الخبز؟ يعمل مشكلة؟ يا للعجب. فأنا أريد أن أقول لا بد أن تكون الأمور واضحة، وإذا كان وجود الحضور كبير نسائي فأنا أرجو أن نبدأ بالتربية هذه، أن نربي الرجل، والرجل مهما كان عبارة عن طفل كبير. وتحية للأمهات العظيمات، ينبغي أن نربي هذا الرجل على أنه رجل. وأنا أذكر لما كنا صغار، ما كانت امرأة تذهب إلى المتجر، تأتي الخالة إلى البيت فنروح نحن الأطفال الصغار لنلبي ما تحتاجه الخالة، ما تحتاجه العمة، فهي أميرة في بيتها، هي أميرة مخدومة. وفي تصورنا المرأة لا تحتاج، يعني كما فعل ذلك الداعية، ركب في لوموزين في بلد غربي مع زوجته، وكان التي تقود التاكسي أو اللوموزين تقوده كان امرأة، فتاة في ريعاء. قال: لماذا تعملين؟ قالت: ماذا تقول؟ قال: أقول لماذا تعملين؟ أوقفت سيارتها والتفتت، قال: لو سمحت أعيد السؤال. قال لها: لماذا تعملين؟ قال: إذن أموت جوعا، أين أسكن؟ كيف ألبس؟ كيف؟ قال لها: لكن المرأة عندنا لا تعمل. قالت: إلى العجب، ومن الذي ينفق عليها؟ قال: ينفق عليها الأب، ينفق عليها الزوج،
ينفق عليها الابن، ينفق عليها بيت مال المسلمين. قالت والله إنها ملكة، وهل يوجد دين على وجه الأرض في هذا؟ قال الإسلام. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلذلك أنا أريد أن أقول لا بد أن تعود الأمور إلى صوابها، وتعود الأوضاع إلى وضعها الصحيح. والشريعة لما قالت الرجال قوامون بما فضل الله بعضهم على وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة على الرجل ولو كانت المرأة أغنى أغنياء الدنيا، الإسلام حفظ لها ملكيتها. أرادت أن تساعد، أرادت أن تبذل، هذا حسن معاشرة منها، هذا أعطت بنفسها، هذه ساندت زوجها، وهذا مما تشكر عليه. ونريد أن نقول الرجال ليس من مصلحة الزوج أن يقبل من المرأة وأن يعتمد على المرأة، بل الأفضل أن يسجل كل ما دفعته المرأة، فإن يسر الله عليه سدد ذلك المال وبذله لها. هذه معاني من الأهمية بمكان. ولذلك فعلا أنا الرسالة التي ذكرتها الأخت فتحت هذه الآفاق، ولكن هي رسالة بنفسها. ولاحظت في الشات أخوات شكرنها على هذا الوضوح، وهذا سرني من ناحية وأحزنني من ناحية. أحزنني لأن هذا يعني أن الظاهرة لها امتداد كبير، وأفرحني لأن الأخوات منصفات، والكلام من الأخوات ينبغي أن تسمعه الأخوات، لأنهن لسن متهمات. أحيانا لما يتكلم يقول لأنك رجل، لأنك تريد مصلحتك، لأنك كذا، لكن لما تتكلم امرأة للنساء بالحقيقة فهذا أبلغ. ونسأل الله لنا ولكن التوفيق. جزاكم الله خير دكتور. ننتقل إلى سؤال صوتي عن للأستاذة زينب، تفضلي. بسم الله، السلام عليكم. والسلام ورحمة الله، يا مرحب. آسفة جدا، يعني آخر مداخلة إن شاء الله سأحاول جعلها قصيرة إن شاء الله. مداخلة لي ولأخوات، يعني تذكيرا طرح سؤال، يعني وليس هذه أول مرة، لماذا الذكور قليلين في الحضور في مثل هذه الأمور؟ حضور الذكور أو الرجال أو إخوتنا هو عادي، دوما نجده قليلا في أي شيء غير إلزامي، نجده في يعني لولا المدرسة لم تكن إلزامية أعتقد أن إخوتنا لن يكونوا من الحاضرين. هذا واحد. أنا همي الأكبر ليس لماذا الآخرون ليس هنا، أنا همي الأكبر هو ماذا علي أن أفعل. لذلك علينا أن نسأل سؤال، ما شاء الله في الحضور لدينا تقريبا 93 شخص، لنقل 80 أختا حاضرة، يا أختي الكريمة أين أخوك الأصغر؟ لماذا ليس هنا؟ أين أخوك الأصغر؟ غفرنا لك في أبيك لا تستطيعين عليه، وأخوتك الكبار ماشي مشكلة، أين أخوك الأصغر؟ لماذا ليس هنا؟ أين ابنك؟ أين ابنك؟ أين المراهق؟ أين ابنك الذي في عمره 10 سنوات؟ أين ابنك الذي لديه 11 سنة؟ لديه هاتف، لماذا لا تقولين له احضر معي المحاضرة من هاتفه، من هاتفه، فتربينه على الحضور هو نفسه، وليس أن يكون جالسا بجانب وهو في هاتفه وأنت تستمعين، لا، من هاتفه حتى ينشغل أن هاتفه فيه محاضرة لكي يستفيد. أنا لا أبالي ما الذي يفعله الآخرون، بل همي الأكبر هو أنا ماذا أفعل. في كذلك إشكالية لماذا، يعني جوابا لكذلك، لماذا الرجال أو إخوتنا لا يحضرون محاضرات أو استشارات زوجية؟ المشكل هنا، ولقد ذكره الشيخ أحمد الفرجابي، قضية الثقة. لكي أحضر شيء علي أن تكون لدي ثقة وراحة نفسية أني سأنصف. قد الرجال لديهم تجربة كبيرة أنه هذه المحاضرات وهذه الاستشارات الزوجية وهذا المستشير سيستعمل كسكين لتقوم زوجته بذبحه. إذن لماذا سأحضر؟ أنا كرجل لماذا سأحضر؟ ستقوم زوجتي بذبحي، إذا يعني لا فائدة. يعني حتى المرأة هي نفسها لو قال لها زوجها مثلا سنذهب إلى فلان فلان الشيخ الفلاني، هي نفسها ستقول لا لن نذهب. ليش؟ لا،
لأن عندها فكرة مسبقة أن ذلك الشيخ كل ما سيقوم به هو أنه سينصف الرجل عليها، إذن فلن تذهب. فهنا علي أن أفكر، هل أنا زرعت أصلاً الثقة في زوجي حتى يطمئن أنه سينصف عند المستشير الزوجي في مثل هذه المحاضرات أم لا؟ كما أنه تسببنا بأمور كثيرة حيث نقوم بمقارنة الزوج بأشخاص آخرين، الفلان الفلاني يفعل كذا، ما بعرف كذا، إلى آخر إلى آخر. يعني هذه مرة أخرى إشكالية نسبب بها أن الرجل أصلا لا يثق في الحضور حتى يأتي هنا، لن يحس بالأمان، يعني عليه أن يراقب ظهره، يعني إلى درجة النساء عندما نجتمع كم منا من واحد تمدح خلق زوجها ثم تذهب إليه فتقول له ما شاء الله والله إني لسعيدة أنك أنت زوجي، ولو خيرت ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وخيرت بك سأختارك أنت. من هذه المرأة التي تعطي زوجها أن يحس بتلك الطمأنينة أنها وراء ظهره أو معه دوما تصونه ودوما تراه تاج رأسها؟ أمر آخر، أنا مثلا عندما أحضر المحاضرات ويقول الشيخ أو الدكتور أو المعلم والمربي معلومات، لا أذهب إلى زوجي وأقول له أتعلم لقد ذكر حقي فلان وحقي كذا وحقي كذا وحقي كذا، لا أذكر حقوقي، بل أذكر له حقوقه التي ذكرت في المحاضرة ثم أقول له سامحني في التقصير. يا أخوات، لكي يأتي زوجك للحضور عليك أن تقول له تعلمت أني قصرت في حقك، وليس أن تأتي إليه مستعلية فيك النشوز فتقولين له قصرت في حقي. المحاضرة دوما تكون منصفة، يذكر ما على الرجال وما على النساء، لكن أنت عندما تذهبين وتتكلمين مع الرجل أو مع أبيك وأخيك كل ما تذكرينه هو حقوقك. أنصفي 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 واذكري حقوقه التي ذكرت في المحاضرات واعتذري، فأنت إنسانة ضعيفة وستخطئين وتعيدين الخطأ، اعتذري وقولي له سامحني أني قصرت في حقك. قضية أخرى هي أحد الأخوات ذكرت التنازل، لماذا أتنازل إن لم يتنازل؟ وهذه كذلك نقطة ذكرها الدكتور أحمد الفرجابي فقط اليوم. يا أختي، إننا نتزوج ونتنازل ونأتي حقوق الآخرين ليس لكي نحصل منهم على شكر ولا أجر، وإنما لله. لله يا أخوات، لله. فلا تفعلن ذلك. مثلا حديث أحد زوجي مثلا لا يتكلمون عربية، يتكلمون إنجليزي، وهناك شيخة أعطت محاضرة في حقوق الزوجات، وأحد سألها عن حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان هناك شخص ليسجد لشخص آخر لأمرت النساء بالسجود للرجال. ها أنا قلت هذا الحديث وأنا أجربكن يا أخواتي وأتحداكن، كم من واحدة منكن ستفعل كما فعلت؟ وأنا لا أقول هذا لكي أتعالى عليكن أو شيء من هذه، هذه أمور أنا تعلمتها من أمي. يا أخواتي، أخذت هذا لما سمعت هذا الحديث، عندما عاد زوجي بعد ذلك قلت له يا زوجي هناك حديث كذا كذا كذا، والله لو أمر الله بذلك لسجدت لك دون تردد. كم من واحدة منكن يا أخواتي ستأخذ هذا الحديث بعد أن سمعته وتقول ذلك لزوجها وتعطيه ذلك الإحساس الذي فقط يتمناه، أن يرى ويحس أن زوجته تحترمه. ويا أخواتي، إن طاعة الزوج ليست طاعة للزوج بل هي طاعة لله. إن الذي أمر بطاعة الزوج ليس الزوج، ليس الشيخ،
ليس الدكتور أحمد الفرجابي بل هو الله الله. فإن أطعت وكان فيك ضيق قولي اللهم إني أطيع وإن كان في ضيق لأني أطيعك أنت. واعلم يا أختي والله لو تعرفين كيف يحاسب الله لتمنيت ذلك الضيق أن يبقى في صدرك كل الوقت. ليش؟ لأن الأجر يكثر بصعوبة. كلما صعب عليك الأمر وأتيت به الأجر يكثر. يعني حتى قضية التنازل، عندما تتنازلين والزوج لا يتنازل فإنك تؤجرين ضعفين، ضعف أنك أنت تنازلت والضعف الثاني أنك لم تعطي حقك. طريقة التفكير لازم أن تتغير. نحن نعمل لحساب الله، نعمل مع الله، فلا تبالي بشيء بعد ذلك يا أختي الكريمة. هناك قصة سبحان الله العظيم حكتها لي أمي منذ زمن طويل ولم أفهمها، لكن أساسها هي إن في المرأة لمهارات لكنها تسيء استعمالها وتضعها في غير موضعها. فمثلا قضية الطاعة، من يقول لماذا أطيعه إلى آخره إلى آخره. يا أختي إن الطاعة فيك لفطرة، فإما أن تعطيها لزوجك أو تعطيها لذلك الذي تشتغلين عنده، هي فطرة فطرة، فالأحق بها الزوج. والابتسامة الواسعة وذلك الصدر الرحب المسامح فيك فيك، يا إما أن تعطيه لزوجك أولاً أو أن تعطيه لذلك الغريب الذي يأتي فيشتري من عندك وتبيعين إلى آخر إلى آخره. يا أخواتي إنما فينا نعطيه للأقربين، أزواجنا، أبناؤنا، آباؤنا، إخوتنا، أخواتنا، فلا تستثمريه في الغرباء منهم يعني الذي تشتغلين معهم أو زملاء العمل أو زملاء. هؤلاء حافظي على المبادئ والأمور التي أمرك الله بها. أما تلك البشوشة، تلك المرأة البشوشة، تلك المرأة التي تسامح، تلك المرأة اللطيفة، تلك المرأة التي تجامل، اعطي ذلك لزوجك، اعطي ذلك لزوجك، ولا تسألنا ولا تتدمرنا، بل اسألي نفسك لماذا إلى الآن زوجي هل حققت له الدفء في العائلة؟ هل حققت له أن يحس بالثقة والأمان حتى إذا قلت له التفت يمينا يلتفت، أم أني لم أصل بعد إلى تلك الدرجة معه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. هذا كلام أيضا أرجو أن تهتم به المنصة، وهو لا يحتاج إلى تعليق، لكن أريد أن ننبه لنقاط مهمة جدا وتتجلى فيها إعجاز هذه الشريعة التي ينبغي أن يتعلم منها الرجال ويتعلم منها النساء. أولاً، المرأة فطرت على الطاعة وفطرت على أن تتلقى الأوامر وتسعد بها، وفطرت على أن تتقبل المساعدة وتسعد بها. يعني الرجل الآن لما يركب مع زوجتي في السيارة لو ضاع من الطريق تقول له أسأل هذا، هو يرفض يتضايق ولا يقبل المساعدة، لكن المرأة تريد المساعدة وتريد الحماية، وهي مبرمجة على الطاعة، بل قوتها في أنوثتها، قوتها في ضعفها، قوتها في سماعها لزوجها. وأيضا هناك معنى من الأهمية بمكان، وهو دراسة غربية. يعني الآن لما تجتمع النساء يتكلموا، واحدة تقول أبو فلان ما يسألنا، رحنا أو جينا نذهب حيث نشاء وقت ما نشاء. الدراسة الغربية تقول هذه حزينة من داخلها، منهزمة، تشعر أنها بلا قيمة. أما الثانية التي تقول لا ما نستطيع أن نذهب حتى نستأذنه، تدرك أنها درة غالية وأنها محفوظة وأن عندها رجل يدير بيتها وأن عندها رجل يعني يساعدها بهذا الجانب الذي يلبي ويشبع عندها أنوثتها.
أي أحياناً تقول المرأة لماذا هو يخطئ وأنا أعتذر؟ أنا أقول يا أخواتي كل ما جاء في هذه الشريعة ينسجم مع طبيعة كل من الرجل والمرأة. يعني الآن في الحديث التي إذا غضب زوجها منها أو غضبت منه في رواية إنها يعني هو الغلطان، مع ذلك تأتي تقول لا أزوغ غمضاً حتى ترضى. أنا كرجل لا يوجد موقف يحرجني ويجعلني أدخل في أظافري وأندم ندماً شديداً وأتوب من أن أظلم زوجتي مثل أن أكون أنا المخطئ وهي المعتذر. هذه طبيعة الرجل، ولذلك هذا معنى مهم. أنا عندي تغريدة أقول فإذا خاصمت زوجك صباح الجمعة، خاصمك زوجك وأخطأ عليك صباح الجمعة فصالحيه ظهر الجمعة، لوجود أضياف، لوجود أرحام، لوجود أطفال، وحاوريه يوم السبت. يوم السبت تقول المرأة العاقلة يا زوجي الكريم أنا أحبك وأنت غالي عندي، لكن الكلام جرحني، لكن ما حصل آلمني. فعند ذلك يقول سامحيني وامسحيها في وجهي كما يقول أهلنا هنا، وأنا لك واعذروني فقد كنت وكنت وكنت وكنت. فأنا لا أريد للمرأة أن تستعجل وتطلب من الرجل أن يعتذر وأن يكتب آسف وأن يكتب رسالة اعتذار وأن يشهد على هذا الاعتذار. هذه امرأة تقصقص أجنحة زوجها وتقدم لأبنائها والمجتمع رجل ضعيف مهيض الجناح، ولكن عليها أن تفهم اعتذار الرجل. أنا أتحدى أي رجل، وأرجو أن تتفكر معي النساء في هذه الخطوات. نحن معشر الرجال أحيانا نخطئ على الزوج ونكون نحن المخطئين وسرعان ما نعتذر، لكن كيف نعتذر؟ اعتذار رجل مختلف. أنا قلت هذا الكلام وتوقعت يأتيني سؤال، لكن كيف يعتذر الرجل؟ أنا لما أغضب زوجتي وأخرج من البيت بعد دقائق معظم الرجال يتصل يقول حمى الطفل الصغير انخفضت، هذا اعتذار. حد يتصل عليكم، هذا اعتذار. محتاجين حاجة، هذا اعتذار. والمرأة هنا عليها أن تبدأ صفحة جديدة، تخبره بالنتائج، تقول بارك الله فيك أحسنت، تطوي هذه الصفحة، لكن ليس إلى الأبد. لكن الزوجة تقول هذا تريد أن يعتذر، وأنا عندي تجارب في هذا. فإحدى الزوجات من سنوات طالبت زوجها باعتذار مكتوب، والرجل سافر إليها في بلد بعيد ليعتذر إليها، كانت مع أسرتها. هناك تشاورت مع مستشارة امرأة، قالت لا امسحي به الأرض، لا تقبل اعتذاره، كذا كذا. فلما رجع تدخلت، قال لي يا شيخ والله لو تأخرت 5 دقائق أنا بدأت مشروع زوجة جديدة، لأنها أهانته وكسرت جناحه وحطمته أمام أسرتها واستمعت لتلك الخبيرة التي ما عرفت نفسية الرجل. هذا رجل بسفره قدم أكثر من المطلوب، والمرأة ينبغي أن تقدر هذا. وأنا أرفض لأي امرأة أن تسكت إذا كانت مظلومة، لكن متى تتكلم؟ كيف تتكلم؟ نحن قلنا تصالح ظهر الجمعة وتحاوره ليلة السبت، تقول أنا أحبك وأنت غالي عندي، لكن الموقف الفلاني أحرجني، كسرني، ظلمني. والله عندها قد يبكي الرجل، يعتذر بكل لغات الاعتذار، لأن هذه المرأة فهمت نفسية الرجل، وهذا ما أرادته الشريعة. ما تأتيني امرأة تقول طيب هو الغلطان وأنا أعتذر، لا، هذا يناسب طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. هذه شريعة أنزلها خالق الرجل وخالق المرأة. فنحن عندما لا نفهم نفسيات الطرف الآخر كيف نتعامل معه، ما هي القواعد التي بنيت عليها بنى الله عليها شخصية الرجل وشخصية المرأة، تواجهنا هذه العقبة وتواجهنا هذه الصعوبات. ونحن نواجه بكل أسف تربية على ثقافة المسلسلات وليس الثقافة الشرعية، بل ليس الثقافة العربية. المرأة العربية كما ذكرت الأخت، كوني له أرضا يكون لك سماء، كوني له أمة يكون لك عبدا، احفظي سمعه. هذا كلام بديع، هذا
ذكرنا به امرأة عاقلة، وإذا فعلت هذا سيقول الرجل كما قال شريح: بلغني أن رجالا يضربون نساءهم شلة يميني يوم أضرب زينب، يده على نفسه، إن هو مد يده على زينب، إلى أن يقول: فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. إي والله، المرأة لا تملك أقوى من أنوثتها، ولا تملك أحكم وأعظم من تمسكها بشرع ربها. وما من امرأة تتمسك بالمنهج الذي ذكرته الأخت وتعيش المعاني الشرعية وتعيش قيم هذا الدين إلا كان الزوج وإن كان عفريتا يعود إلى صوابه ويصبح أطوع لها من بنانه، لأنها أطاعت ربها، أطاعت ربها فأطاعها كل شيء. لذلك ومن هذه المنصة تحية لبنات المشاركات وتحية لهذه المشاركات التي أرجو أن تخرجها المنصة بالنص بعد أن تسمح الأخوات بذلك، لأننا بحاجة إلى أن نسمعها. أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وجاراتنا المتدينات بحاجة إلى أن يسمعوا هذا فضلاً عن غيرهم. وهذه عظمة هذا الدين العظيم، هذه عظمة هذا الدين العظيم الذي أنزله خالق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فشكراً على هذه المشاركات، ونحن ننتظر أيضاً المزيد من إخواننا وأخواتنا. وأنا لست حريص على أن أتكلم، بل أريد أن أستمع لأنني أتعلم. بارك الله في بناتي وأخواتي. بارك الله فيك شيخنا على هذا التواضع، وبارك في الأخت المتدخلة جزاها الله خيرا. عندنا تدخل آخر من الأستاذة أميرة، تفضلي. أتسمعني أستاذ؟ واضح، الله يحفظك، تفضلي. السلام عليكم، بارك الله فيك، والله شرح رائع طيب جدا. أستاذي الكريم، الدين الإسلامي أنصف المرأة أشد الأنصاف، ولكن في مجتمعنا كثير من يرفض أن يتنازل الرجل من أجل المرأة. يعني أنت ترى أنه كثير من النساء مطالبة بأنها تتنازل، يعني أنا أتنازل حينما يحتاج الأمر للتنازل. أنا لست متزوجة يا شيخ الكريم، ولكن رأيت أمور كثيرة أن المرأة تتنازل أشد التنازل من أجل أن ترضي الرجل، ولكن في النهاية لا وجود لأي حل، فتضطر إلى طلب الانفصال أو الابتعاد عن هذه المشكلة أصلا. طب ليش إحنا ما مجتمعنا في الأساس أنه مثل ما ثقافة التنازل عند المرأة موجودة، أنه ثقافة التنازل عند الرجل تتواجد؟ يعني نحن لا ننكر أي مكانة، سواء مكانة الرجل أو مكانة المرأة، فالمجتمع خلق من هذين الاثنين الضعيفين. يعني في النهاية ليش ما الرجل يتعلم ثقافة الاعتذار؟ أنا أعتذر بطريقة خاصة، ورجل يعتذر بطريقته. مش بضرورة أحكي أنا آسف، مش بضرورة أحكي إنه أنا غلطان، أنا ندمان، أنا كأنا أنا أنا، ولكن في النهاية بلاقي أسلوب لطيف في الاعتذار، سواء إنه كلمة طيبة، سواء إنه هل تريدي شيئا، هل تريدي أمرا. يعني هذا يعتبر اعتذار بالنسبة لي. حتى والدي رحمه الله كان يعتذر بهذه الطريقة سواء لنا أو لأمي. طب لماذا لا نعلم رجالنا ونساءنا أيضا ثقافة الاعتذار والتنازل، ولكن التنازل الذي لا يمس أي كرامة من الطرفين؟ يعني أنا أتمنى أن يكون هناك دورة خاصة من حضراتكم. يعني ما شاء الله عنك يا دكتور، كلامك رائع وطيب، فأتمنى أن تكون عن جد في دورة خاصة بثقافة الاعتذار سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة. بارك الله فيك. شكراً على المداخلة أيضاً الرائعة، وإن شاء الله نلبي هذا الطلب. وأنا أريد أن أذكر بنقطة مهمة ذكرناها وذكرتها الأخوات، وهو عندما نجعل نيتنا لله وندرك أن جنة الله غالية، وأن كثير من الزوجات سيدخلن جنة الله بصبرهن على الأزواج، وهذا نص في حديث رسولنا الذي لا ينطق عن الهوى: إذا أدت المرأة
يعني إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا سيخفف التقصير من هنا وهناك، فكثير من الأزواج سيدخل جنة الله بصبرهم على الزوجات، وكثير من الزوجات سيفوزن برضوان الله بصبرهم على الأزواج. وأنا أريد أن أقول فهم هذا الدين سيحل الإشكال. هذا رجل من السلف الكبار العظام ومن السنة، الإنسان إذا حضرته الوفاة أن نحضر إليه من يحب من الأصدقاء، وإذا كانت امرأة من صديقاتها ليذكرنها بأفضالها، كنت معنا في الحج، كنت معنا كذا، كنت معنا في حلقة التلاوة، حتى تموت وهي تحسن الظن بالله. هذا الرجل جاءه أصدقاء وأخذوا يذكروه بحجه وتعليمه للناس وعبادته، يعني أعمال الفاضل. ماذا قال لهم؟ قال لهم إن أرجى ما أرجوه عند الله هو صبري على فلانة، عن زوجة كانت عنده 15 عاما ثم توفاها الله، صبر عليها وذاق معها الأمرين وجعلته يشاهد النجوم في نصف النهار وصبر عليها، يذكره بجهاد وتعليم الأعمال العظيمة، يقول أرجى ما أرجوه عند الله وصبري على فلان. فإذا نحن ينبغي أن نأخذ دائما يعني هذا الدين ينبغي أن يؤخذ بهذا الشمول وبهذا الوضوح. وأنا أعرف نساء صالحات صبرنا على الأزواج، وبعد ذلك إذا تعسرت الأمور سنعرف أن الخلع حل شرعي، أن الطلاق حل شرعي، أن الله يقول وإن يتفرغ يغني الله كلا من سعته، بل الإسلام ما شرع الطلاق والخلع إلا ليؤدب الطرفين، يعني رجل يؤدب. وهذه امرأة صالحة زوجوها بإنسان، بكل أسف هذا أهل قصر زوجوها بإنسان سكران حيران، أحسنت إليه وبالغت في الإحسان وأكرمته، ليس لأنه يستحق بسكره هذا الإحسان، لكن لأنها تطيع الرحمن، تطيع من أمرها بأن تحسن إلى زوجها وتقوم بما عليه وتطيعه في كل طاعة لله. ثم بعد ذلك خرجت من حياته واختارت حياتها بعد أن بذلت ما عليها، بعد أن أدت رسالتها في النصح والصبر والتحمل. هذا الرجل يعني، وهذه قصة فيها عبر عظيم، هذا الرجل ندم ندما عظيما، دفع الأموال الطائلة لتعود فلم تعود، سلك السبل الخاطئة، بحث عن السحرة ولا يجوز، ومن أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا حتى قال أجرب، هذا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن أتاه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على الرسول. لكن الرجل لأنه شعر إنه فقد أغلى ما يملك، أغلى ما في هذه الدنيا، وندم وذهب للساحر وقال له أعطيك ما تريد، قال له أبشر أنا أجعلها تأتيك وهو تحبي وهي تحبو. ثم سلط عليها شياطين الإنس والجن والدجل عمله، ثم بعد أيام رجع قال له خذ فلوسك أنا آسف ما استطعت. وبعد ذلك ذهب إلى آخر طلب ملايين أموال مضاعفة، حاول الثاني أيضا قال له أنا ما استطعت، مع أنه سلط عليها من الشرور ما لا يعلمه إلا الله. لكن المؤمن التي حفظت الله يحفظها الله، لكن المؤمن المتوكل على الله يحفظها الله، لكن المؤمن التي تقرأ سورة البقرة بيتها لا يدخله شيطان. قال الساحر الثاني قال كل ما حاولنا وجدنا البيت محصن لا نستطيع الدخول إليه والوصول إليه، لأنها لا تنقطع من ذكرها وتلاوتها وصلاتها. فأنا أريد أن أقول هذه معاني ينبغي أن نصطحبها جميعا، وعلينا أن ندرك هذا المعنى العظيم. لما يتذكر الإنسان أن الجنة غالية وأنها تحتاج إلى صبر وأن الإنسان قد يبتلى بهذا، بل نحن نريد أن نصحح مفاهيم. واحدة تقول طيب هذا الزوج الشقي ضيع علي صلاتي وخشوعي وتلاوتي، أنا أريد أن أقول ألا تعتقدي أن صبرك على هذا الأذى وانتظارك للأجر من الله يعدل هذا؟ يعدل كل هذا؟
لأن الصابرين الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، الحرف بعشر حسنات هذا أجر عظيم مضاعف، لكن الصابر بغير حساب. فإذا أنا أريد أن أصطحب هذه المعاني، وهذا الكلام فعلا الذي ذكرته الأخ مهم جدا، وإن شاء الله سنربي على ثقافة الاعتذار. لكن أنا أريد أن أقول الإنسان عندما يجعل أمره لله وعمله لله سيجد حلاوة ولن يبالي بالصعاب. وبعد ذلك طبعا الإسلام أيضا يبيح لا أن تختار في نهاية الأمر، وهذا ما سنعرفه ونتعرض له في بقية الحلقات حتى نعرف أن هذا الدين متكامل، أن هذا الدين ما ترك خيرا إلا ودل الناس عليه. ومشكلتنا بل مشكلة من يجادل الغربيين عن هذا الدين أنهم يأخذوا القضايا بطريقة جزئية، وهذا ظلم للدين، ينبغي أن نأخذها في إطارها الكلي، لأن الإسلام الذي يمنع هذا يعوض بهذا، الإسلام الذي يأخذ هذا يعطي هذا، الإسلام الذي يعطي المرأة نصف ميراث الرجل لا يكلفها بالنفق حتى على نفسها، يجعل الأخ الذي أخذ هو الذي ينفق عليها، يستقبل أضيافها، يقيم لها عرسها، يكمل نقص أموالها. إذن لم ينبغي أن أنظر لهذا النظرة الشاملة، ليس عندهم في الغرب لأنها تدفع مثل ما يدفع، راحوا مطعم كل واحد 10 ريال، راحوا سكن كل واحد يدفع مع بعض، هنا عندنا السكن والنفقة والمال مكلف بها الرجل. فالأمور ينبغي أن تؤخذ متكاملة، وهذه قضية مهمة ومفيدة لمن يريد أن يحاور أعداء الإسلام من العلمانيين السفلة أو المجادلين أو حتى الملحدين. كل أعداء الدين ينبغي عندما نحاورهم أن نردهم إلى الأصول، وأن نبين لهم أن هذا دين متكامل ما ترك شاردة ولا واردة ولا خيرا إلا دل الناس عليه. نعم، جزاكم الله خير دكتورنا. الأستاذة روحية تطلب الكلمة، تفضلي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. جميل جدا المداخلات حتى نفهم، لأنه كل المشاركين كل في بيئة معينة وفي بلد معين، فينطلق معظم كلام المشاركين من البيئة اللي بيعيشها الإنسان أو من مشاهدات المنطقة اللي هو أو المجتمع اللي عاشه في طفولته أو في الحياة الزوجية الآن. أشكر الأخوات قبلي، الأستاذة زينب والأخت التي تدخلت قبل قليل، وأثني على كلامهم، ولكن أريد أن أذكر الأستاذة زينب أن المؤسسة الزوجية لا يكفي أن أقول لا علي من الزوج حضر أو لم يحضر، حضر الذكر أو لم يحضر. أختي الكريمة، أنا أتمنى من الجميع، أنا يعني في محافلي تعرضت لكثير من أذى العلمانيات، ماشي، فكنت أقف بالمرصاد لهن. أنا أريد امرأة مسلمة تعرف كيف تدافع، الدين ليس بحاجتي أن أدافع عنه، ولكن الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن أنا أري الله، يحب الله أن يراني على صورة معينة وهيئة معينة أمام هؤلاء الناس. لا يكفي أن أحضر، أنا فهمت، أنا ماذا يعني فهمت حقوقي وفهمت حقوق زوجي، فهمت حقوق والدي، فهمت كل الحقوق اللي علي وهو لا يفهمها. الحياة معادلة من طرفين، لا يكفي أن أكون أنا أسمع للشيخ وهو يسمع للأغاني، لا يكفي أبدا. جميل جدا مداخلتك في أنه طفلي يحضر، ابني يحضر، ابني الصغير، ولماذا ليس ابني الكبير، ولماذا ليس زوجي. أنا أريد أن أؤكد، وأنا يعجبني طريقة الشيخ، ليس كبقية مع احترام الشديد على رأسي المشايخ البقية، وكأن الأمور من المسلمات، يعني إذا إحنا ما قدمنا البدائل الجذرية، دائما أؤكد أن الطرف والجيل الشباب الآن سيذهب إلى الطرف المناقض. لا نريد هذا الكلام. الأخت اللي تكلمت قبل قليل قالت أنا لست بالمتزوجة، ولكني يسيئني ما أراه
من معاملات المتزوجات. أتعرفين يا أستاذة زينب أن ما تراه غير المتزوجات من بناتنا وطالباتنا، ما هو الأثر النفسي وردة الفعل عليهم؟ كثير منهم ومن قريباتي يرفضن الزواج الآن، يرفضن دخول هذه المؤسسة. لماذا؟ نسأل دائما، نحاكي الواقع. أنا لا أتكلم لأنني في محيط معين أو في دولة معينة تحمي حقوقي، أو هناك قانون يجلب لي حقي وفي بلد آخر لا يجلب لي حقي. أختي، نريد أن نوازن كما يريد الإسلام. لا أتكلم على نفسي ولا عن نفسك. فهذا ما، والشيخ دائما أراه يوازن بين الأمور، جزا الله خير، بين الذكر وبين الأنثى. كما قلت لكم سابقا، نريد الأمور من جذورها. بمعنى، لو الدكتور يتفضل علينا في مجرد اقتراح دكتور، وهذا يرجع لك، أن تبدأ بالمحاضرة في البداية بالآيات والأحاديث والقواعد الشرعية في نقطة معينة، ومن ثم والتأصيل الشرعي لها ورأي الفقهاء على كل المذاهب لهذه النقطة، ومن ثم ننطلق إلى نقاشاتنا ومشاكلنا التي نعاني منها حاليا. فهذا ما أردت توضيحه، وجزاك الله خير. بارك الله فيك. الكلام كله كلام الأخوات رائع جدا، ونحن هنا نستقبل كل المداخلات وكل ما يمكن أن يفيد، ومن حق كل إنسان طبعاً أن يذكر حتى لو تبنى آراء آخرين، لأن هذه فرصة لتحليلها وردها وعرضها حتى تتضح الأمور. وأنا حقيقة طموحي كبير جداً، وأنتظر خير كثير جداً من كل الحاضرات والحاضرين في أن يتحول هذا اللقاء إلى لقاءات، وفي أن نجعل هم القضايا الأسرية هم مجتمعي، بمعنى أنه إذا كان هناك وليمة، إذا كان هناك مناسبة، إذا جلسنا مع 5 أخوات 10 أخوات، أن يكون طرحنا في هذه الموضوعات، لأن هناك أمية تربوية وهناك أمية في علم الأسرة من ناحية شرعية. وأنا أريد أن أقول حتى جامعاتنا الإسلامية قصرت في هذا الجانب، حتى المؤسسات المتخصصة قصرت في عرض التربية الإسلامية ونظام الإسلام في الأسرة، كلنا ذلك المقصر. ولن نعالج هذا إلا إذا أصبح هذا هماً نتحدث به في كل مكان. والحمد لله هذا يعني من الأشياء الجميلة، فإذا تحدثنا في كل مكان واجهتنا شبهات، فمرحباً بكم لعرضها في هذه المنصة حتى نتعاون على وضع الأمور في نصابها وصوابها. وحقيقة يعني أنا سعيد جداً بحلقة اليوم، كثرة المشاركات والمداخلات، وأعلن فتح الأبواب لكل كلام يمكن أن يقال. يعني أنا أعتقد أن هذه منصة نحن نتكلم فيها بأريحية، نتكلم فيها بما في نفوسنا، حتى نصل جميعا بتعاوننا وبعون الله لنا قبل ذلك وبعده في الوصول إلى الحق والصواب والحلول المناسبة لمشكلات أمتنا. نعم. بارك الله فيكم دكتور. ليست عندنا مداخلات صوتية، المداخلات عبر الشات. لعل الأخ عيسى يطلب الكلمة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب أستاذ إقبال، الجميع الحضور الله يحفظكم ويجزاكم الخير ويعطيكم ألف عافية، ومشكورين على يعني ما شاء الله هذا التفاعل. نشكر شيخنا يعني الحبيب الدكتور أيمن الفرجابي، الدكتور أحمد الفرجابي عفوا، على ما تفضل به دائما. ما شاء الله الدكتور دائما سباق بالخيرات، ودائما ما شاء الله يأتينا بكلام وأفكار، ويعني يزودنا بهذه الخبرة الطويلة التي عنده، بارك الله فيكم. نحن أيضا نستمع مع أسرنا في كادر منصة لهذه المحاضرات ونستفيد منها كثيرا، جزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع. كذلك نستفيد من يعني مداخلات الإخوة والأخوات، ولعل هي مداخلات للأخوات أكثر صراحة، فجزاكم الله خيرا جميعا وتقبل منكم. أود أن أنبه إلى بعض الأمور الإدارية حفظكم الله ورعاكم. أولا بالنسبة للموقع، أرسلنا لكم فيديو ورابط في مجموعة التليجرام الخاصة بهذه الدورة، وضحنا فيها كيفية الاشتراك في موقع أكاديمية الرواد الإلكترونية. من المهم اشتراك الجميع في الموقع
طبعا نحن ان شاء الله سنمنح جميع الحضور الذين يحضرون هذه المحاضرات، سنمنحهم شهادة حضور بهذه الدورة وعدد الساعات مع يعني ذكر اسم الدكتور ويعني المحاضر الذي حاضر في الدورة، يعني شهادة حضور لهذه الدورة. لذلك نطلب من الجميع أن يشترك في الموقع، وكيفية الاشتراك هي مرفقة في المنشور في التليجرام وقد أرسل هنا أيضا، لكن يعني هو في التليجرام موجود على أي حال. لذلك نرجو منكم الاشتراك في موقع الأكاديمية وهو لا يأخذ بضعة دقائق. الأمر الآخر الذي أريد أن أشير إليه وهو مهم ومهم ومهم جدا، أرجو منكم أن تساهموا معنا بنشر هذه الدورة، نشر هذه المحاضرات، لا لأجل يعني المنصة ولا لأجل الشيء، إنما هي يعني برامجها مجانية، ولكن لأجل الحاجة الشديدة بين الناس لمثل هذا الكلام، والناس فيهم يعني انشغال كبير عن مثل هذا. لو نحن قدر الإمكان نحاول نستقطبهم نستجذبهم لهذه البرامج، سيكون فيهم في هذا خير كثير، والدال على الخير كفاعله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، تقبل منكم، نسأل الله عز وجل أن يعني يجمعنا دائما على ما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يحتسبون أعمالهم لوجه الله تعالى. فإذا يعني إنسان صح له نيته فقد غنم ما في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، جزاك الله خير أخونا عيسى على التدخل. ما زلت معنا 10 دقائق شيخنا، نتمها مع الأسئلة عبر الشات ومداخلات، مداخلات جميلة وعديدة عبر الشات. تقول السائلة الأستاذة زينب، هل عدم التكافؤ بين الزوجين في الالتزام والثقافة الدينية يكون سببا للشقاق؟ لا شك أن عدم وجود التوافق في الأمور العلمية أو الوضع الاجتماعي أو الثقافة الشرعية من الأمور التي تشكل عقبات، ولكن بالتفاهم، بزيادة النقاط المشتركة، باصطحاب الوعي الشرعي، بتكوين الاستعداد في تطوير الطرف الذي عنده ضعف في النقطة المعينة، بالقبول بالشخص والشريك، بإذن الله تسهل هذه الأمور. ونحن طبعا نعتقد أن الشريعة، وهذا من عظمة الشريعة، أنها تبني على قواعد ثابتة. لما قالت دينه وخلقه، لما قالت فاصبر بذات الدين، كما قال الشاعر: وكل عيب فإن الدين يصلحه، وما لكسر قناة الدين جبران. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة تنكح لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين. هذه الأشياء كلها مطلوب، لكن الدين هو الأساس، لأنه لا فائدة في الجمال بلا دين، ولا فائدة في الحسب بلا دين. وإلا في الحسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وضع الشرك الشريف أبلها. لا فائدة في المال بلا دين. فإذا لما نبدأ بالدين فإن كل الخلل يمكن إصلاحه. لكن نريد أن نقول ليس معنى هذا أن نطلب الدين وحده ونترك بقية الأمور. كما قال الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وما أقبح الكفر والإفلاس في الرجل. فهذا المعنى أرجو أن نصطحبه. وإذا حاولنا أن نضع قاعدة فإننا نقول كلما كانت القواسم المشتركة كثيرة، كل ما كان هناك تقارب ثقافي، تقارب اجتماعي، تقارب في الوعي الشرعي، تقارب في مستوى التدين، تقارب في الأكلات التي يحبونها، تقارب في الأمزجة، تقارب في، كان الرباط أوثق. بمعنى أن الإسلام يبني على الدين والخلق، ويعتبر بقية هذه الأشياء عوامل مساعدة، عوامل من شأنها أن تجود وتقوي الرابطة. فإذا شعرت أو شعر أن هناك لا يوجد تكافؤ في مجال معين، فمن المهم أن يكتشف الجوانب التي فيها تكافؤ، وأن يدرك أنه لن يجد الكمال، لأن الكمال محال. فنحن رجالا ونساء بشر، والنقص يطاردنا. وأريد أن أشير إلى معنى عظيم جدا، ولعل هذا مفيد، كنت أحب أن أذكره في المداخلات الماضية، وهو أن الحياة الزوجية مسؤولية شرعية، والإنسان ينبغي أن يراقب الله فيها، وينبغي ألا يطالب بكل حقوقه خشية أن تطالب الطرف الثاني بكل حقوقها.
هذا معنى جميل قاله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. والله بالنص أقول لو لم تسامحنا الزوجات على تقصيرنا ويل لنا، ولو لم نسامح الزوجات على التقصير ويل لهن. الإنسان مهما عمل سيكون هناك تقصير، ولذلك تتجلى يعني عظمة فهم حبر الأمة ترجمان القرآن عندما قال إني لا أطالب زوجتي بكل حقوقي خشية أن تطالبني بكل حقوقها. هذا صعب، هذا صعب، ولذلك الحياة تبنى على التسامح، تبنى على التنازل، تبنى على الرغبة فيما عند الله. هذه معاني، ولذلك نحن سيكون الدور الكبير والهم الكبير في المنصة أن نصطحب المعاني الإيمانية وأن نصطحب الوعي الشرعي العميق بقضايا الأسرة، وأن نحتسب أجرنا وثوابنا على حضورنا وعلى صبرنا وعلى معاناتنا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موتا أن يغيظوا الكفار، ولا إلا كتب لهم به عمل صالح. وهذا معنى جميل، يعني ما كان لأهل الإيمان أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فإذا احتسب الإنسان تعبه معاناته والأذى الذي جاءه يا للعظمة، كم سيجني من الحسنات، كم سينال من الرفع عند رب الأرض والسماوات. إذن دعونا نضيف جرعة الإيمان إلى حياتنا الأسرية وجرعة الوعي الشرعي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام.